هذه الوقفة هذه سننظموها تنديدا بما تعرض له الشابين من جريمة قتل بشعة ضد الإنسانية من طرف العسكر الجزائري يوم الثلاثاء الماضي. كنعتبروا حنايا هذه الجريمة مخالفة للقواعد القانون الدولي الإنساني، يعني كتهدد السلم بالمنطقة، مسات بناس مدنيين عزل لا حول ولا قوة لهم ولا ذنب لهم، إلى أنهم تاهوا، ما كانوا عندهم لا أعمال إجرامية، ما كانوا هزازين رشاشات، ما كانوا هزازين أسلحة. كان من الممكن على أنه السلطة الجزائرية وتوقفهم وتأخذوا بيدهم وتأخذهم للقضاء وتحقق معهم وتشوف شنو هي الأسباب والدواعي اللي خلاتهم يتيهوا، وكانت شي متابعة تبعهم عوض القتل ديالهم بهذه السهولة، لأنه الحق في الحياة من أقدس الحقوق حسب ما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية. أضيف إلى ذلك أنه هذه الوقفة كنديروها يعني شجبا للموقف الغير المفهوم والغير المستساغ للحكومة المغربية اللي ضربت الطم على هذه القضية باستثناء البلاغ اليتيم ديال النيابة العامة اللي اعطت الامر بفتح تحقيق في هذه القضية. نعم، واش الجمعية ديالكم غتاخذ مبادرات؟ تماما. ما هي الشكل ديالها؟ سؤال جيد. انا عندي معلومة غادي ناخذوا المبادرة وغادي نكاتبوا المنتظم الدولي وغادي نسلكوا كل الآليات الأممية لاستيفاء الحقوق ديال هاد الناس. نعم، وغتأجروا حتى هاد تماما غادي نسلكوا مع الدفاع ديالهم اللي كاين في فرنسا وعلى برا.